بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. انا اسمي اسلام حنفي. مش تخسر حاجه لو عملت لايك للفيديو لو عجب حضرتك، ومش تخسر حاجه برضو لو عملت ديسلايك قلت لي انت ليه عملت ديسلايك، غير عنوان المباراه اللي انا كاتب لك فيه ملخص تحليل مباراه الزمالك، لان انا فعلا بتكلم على ملخص المباراه وبتكلم على تحليل المباراه. انما هتقول لي فين بقى الفيديوهات بتاع المباراه وفين بقى الفرص، اقول لك فرص ايه؟ استنى بس، استنى. ما هي هي بيقولوا عليها ماراثونيه دلوقتي، بيقولوا عليها ان هي مباراه عظيمه جدا. بس عايز اسالك سؤال، هو سموحه ضيع كام كره اساسا غير لقطه الهدف بتاع صلاح محسن؟ مش هتلاقي، صح والله ما هتلاقي بجد. مش هتلاقي مثلا ان جبل تالق في كوره، مش هتلاقي مثلا ان لعيبه سموحه الحظ كان بيعاندهم في كوره، لان اللعيبه ما راحتش في كوره كتير قوي على مرمى الزمالك. تقدر تقول كده ان الزمالك بيبدا الشوط الاول بتركيبه غريبه جدا. ازاي تلعب 4 2 3 1 بتلعب بعيد من المدرات؟ ده باتشيكو اللي يعملها، هو باتشيكو بيحب الكلام ده. ادي الباتشيكو مساحه ان هو يديك تكتيك دفاعي نوعا ما او متحفظ، ما تدوش فكره ان انا عايز العب كل مباراه باسلوب ممتع وعايز العب كل مباراه باداء جمالي مش ده جيم باتشيكو. الراجل بيحب ان هو يامن خطوطه، بيحب حتى ان هو يلعب بلعيبه اقرب لثلاثه في نص الملعب دايما، بيحاول ان هو يخلي اوباما ينزل مع الاثنين ديفندرات اللي موجودين، يعني اثنين ديفندرات بيحاول ان هو كمان اوباما ينزل لهم من تحت. متخيل الوضع عامل ازاي؟ متخيل مين اللي هيقوم بدور صناعه الالعاب في عدم وجود فرجاني؟ لا محمد حسن يقدر يعمل الدور ده، ولا طارق يقدر يعمل الدور ده، واوباما في الحالتين ما بيعملش الدور ده. اوباما في الحالتين بتلاقيه بيحاول ان هو يلعب على الاطراف، بيحاول ان هو يساعد احمد سيد زيزو نجم المباراه الاول، بيحاول ان هو يغذي مصطفى فتحي بشويه بينيات. مصطفى فتحي برده اللي لسه محتاج وقت طويل ومحتاج ان هو يكون بديل، ما يكونش لعيب اساسي في مباراه مضغوطه زي دي، علشان خاطر لما تدي اللاعب من على الدكه والفرقه كسبانه بيكون الاجواء نوعا ما كويسه والراجل بيكون مرتاح جوه الملعب. انما لما تديله من اول المباراه قدام خصم زي سموحه النهارده داخل المباراه عشان خاطر يلعب دفاع ويسيبك انت تلعب اون سايد جيم ويحاول يلعب على الكرات المرتده، فلا احنا محتاجين نتكلم شويه. كابتن احمد سامي بيحاول ان هو يلعب اون سايد جيم وبيحاول ان هو يلعب على الكرات المرتده قدام الفرق الكبيره. انا هسيب لك الكوره وانا هسيبك تعمل اللي انت عايزه، بس في المقابل الخطوط بتاعتي المفترض ان هي تكون كومباكت واللعيبه كلها قافله المساحات، علشان خاطر مش هسمح لك ان انت تعمل عليا اي هجمات من عمق الملعب. فلو عايز تعمل اي حاجه اعمل عرضيات. وسبحان الله يا اخي الزمالك بيحب قوي حوار العرضيات ده. سيبنا يا معلم نلعب عرضيه، احنا اساسا رسمنا ان احنا نلعب كوره عرضيه. حتى الكوره الفار الوحيد اللي محمود علاء بيتقدم فيه الشوط الاول، محمود علاء بيقدر ان هو يحرز هدف، وبعد كده الحكم المساعد بيقول للكابتن طارق مجدي يا كابتن طارق الكوره اوف سايد، وبعد كده لعيبه الزمالك قاعده الفار الفار الفار، وبنلاقي ان الكوره اتلغت علشان خاطر الكوره فعلا اوف سايد. اما بالنسبه لضربه الجزاء اللي هنقعد بقى يعني ننط شويه الشوط الثاني بعد حراس سموحه على الهدف بتاع صلاح محسن، الكوره الوحيده اللي راحوا بيها نص ملعب الزمالك، صلاح محسن بيقدر ان هو يحرز تصويبه عالميه، وفجاه الزمالك بيلاقي نفسهم مضغوطين، وفجاه بتلاقي ان احنا محتاجين نرجع في الجيم، فبتلاقي طبيعي جدا ان هو مصطفى محمد يجي من على الدكه بسرعه، تعالوا من على الدكه بسرعه. لعبنا عرضيتين حلوين الشوط الاول كانوا اخطر حاجه في الملعب، معناها ايه؟ ان احنا نلعب عرضيات، فمحتاجين مين؟ مصطفى محمد جنبي على الدكه، تعالى يا عم نزل مصطفى محمد ونزل امام عاشور، طلع محمد حسن. فكره الاثنين ديفندرات دي فاشله، طلع محمد حسن وامام عاشور، راجل بيعمل وجبات هجوميه وبيعمل وجبات دفاعيه في مركز 8، نزله بقى معلم ويلا بقى اعمل اللي انت عايزه. سموحه كده كده هتسيب لك الكره اللي هي اساسا كده كده سايبها لك من بدايه المباراه، وبرده هتحاول ان انت تلعب عرضيات من ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال، عشان خاطر بقى عندك فرويد بيلعب بدماغه هذا مصطفى، ومفترض ان كاسونجو بيجي من على الاطراف يضم لجوه، بس كاسونجو كان على الاطراف بس ما كانش بيحاول ان هو يضم لجوه. بعد ضربه الجزاء ضاعت، ناس كتير قوي بدات تخاف وناس كتير بدات تقلق لحد ما امام عاشور قدر ان هو يحرز هدف التعادل. وبعد هدف التعادل ده انا استنيت ان الزمالك يكسب المباراه، عشان خاطر ما كانش عندي طاقه ولا نفس ان انا اتفرج على 30 دقيقه تاني من المباراه دي، لان كان واضح قوي ان سموحه مستني الوقت اللي يخسر فيه. تخيلات كابتن احمد سامي كلها كانت عباره على ان انا بحاول امن الدفاع، بحاول ان انا اطلع براحه الصفر اللي ربنا كرمني بيه عن طريق صلاح محسن ده، وبعد كده لما الراجل لبس تعادل خلاص انا هحاول انزل محمد كوفي، واحاول ان انا اطلع شريف رضا اللي نزلته مكان صلاح محسن للاصابه، فيلعب مش شريف اطلع عشان انت ما بتدافعش، فنزل مكانك محمد طلعت عشان يدافع. فطبيعي جدا ان هو اول ما يلبس الثاني هيكون خلاص سلم لك المباراه، خد يا معلم اصعد بالصعود بتاعك لدور الثمانية ولاعب اف سي مصر حلال عليك. بس المعضله بالنسبه لك هتجيب الجون بقى امتى؟ هتلحق تجيب الجون قبل ال 120 ولا هتجيب الجون بدري ورخص؟ يعني اعتقد ان الزمالك لو كان جاب هدف في الشوط الاول الاضافي كان ممكن هو يجيب جونين والتاني والتالت عادي. هم مسموحه ما كانش عندهم اي فكره من التعادل بعد ما انت ما تجيب الهدف، بس الهدف اتاخر شويه، واحمد سيد زيزو عمل تصويبه عالميه من واحده برده نوعيه صلاح محسن اللي هي هتشوط 50 60 مره هتلاقيها جات لك مرتين او ثلاثه، بس جات لاحمد سيد زيزو عشان خاطر الراجل يستحق. الراجل نجم المباراه الاول، الراجل بيحاول يقدر يعمل يعني
يقدر يدي المجهود اللي عنده. الراجل عمل سبرنت عالمي في الدقيقه 119، بيدل لك على قد ايه اللاعب ده قوي جدا بدنيا، واللاعب ده عنده قوه بدنيه ممتازه. وبرده لو دورت على الناحيه البدنيه هتلاقي ان عبد الله جمعه بسم الله ما شاء الله الراجل كان واقف على رجليه بدنيا، ولو دورت في الشق الدفاعي هتلاقي ان لسه محمود حمدي الونش بيثبت ان انا كل مباراه عن مباراه الراجل هو قائد خط الدفاع الاول، وان الراجل اقوى حاليا من محمود علاء اللي مع الاسف الشديد بدا يسيبه حاله من العصبيه المبالغ فيها عند فقدان الكره، وفجاه بتلاقيه ان هو لعيب ضريب درجه اولى وممكن ياذي وممكن يعمل حاجات غريبه. وانا نفسي افهم ليه انت بتعمل كده، مفترض ان انت راجل بتنافس دلوقتي على هدافين الدوري، ومفترض ان انت بتلعب ضربات جزاء كلها والموضوع بالنسبه لك عادي، فتهدى شويه يا كابتن محمود، الموضوع مش مستاهل كل ده. احنا بنلعب قدام خصوم غريبه جدا في الدوري المصري يا جماعه، الموضوع سهل جدا وبسيط، ما فيهوش كل التعقيدات اللي انت ممكن تتكلم عليها دي. المباراه بعد 2-1 كانت انتهت تماما، حتى لو احمد حسن ميكي، حتى لو حسام حسن، حتى لو ناصر مرمى وراهم، حتى لو محمد طلعت، الناس دي كلها ما كانش عندها قدره ان هي تحاول تبني هجمه وهي متعادله. هيبنوا لك هجمه ازاي وهم خسرانين؟ هتقول ان هم اندفعوا؟ لا مش هيندفعوا، عشان خاطر هم مرهقين وميتين تماما بدنيا، عشان الموضوع ضايع جدا بالنسبه لانديه الدوري الممتاز ما عدا الاهلي والزمالك. قلت لك الكلام ده من شهرين ان الناس انديه كتير قوي تتظلم في حوار كل 3 ايام مباراه ده، بس انت ساعتها ما صدقتنيش وصدقت ان هم فعلا اللعيب المصري متاح ان هو يلعب كل 3 ايام مباراه. اديك شفت الوضع بقى عامل ازاي، بدنيا مرزي، تصويريا مرزي، جوه الملعب ملعب السادس معليه ملعب سيء، وتشوف المنظر من بعيد تحس ان يا جماعه حرام تلعبوا لعيبه مرهقه بدنيا في ملعب زي ده. الموضوع بيبقى صعب جدا بالنسبه للاعب، مش قادر يجري والارضيه بتاع الملعب مش بتساعدك انك تجري، فالموضوع بيبقى ظلم وقمه الظلم اللي بيحصل فيه اللعيب المصري حاليا. بس عادي، هو احنا عايشين في مصر، ظلم 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 بيحصل للعيبه عندنا في مصر. اما قصه المشوار محترم وصول، لو انت بقى عايز تطلع بره المباراه فمحترم مش هتوقف، اسمع مني انا عايش في البلد دي بقى كتير، ومن عايش في البلد دي بقى كتير واكبر منك شويه، فمش تخسر حاجه لو عملت لايك او عملت سبسكرايب. اعتقد ان انا ما بتكلمش بسرعه وبتكلم معاك بهدوء وبكل رزانه وبكل منطق. المباراه ما كانتش ملحميه ولا ماراثونيه، هي كانت مباراه الزمالك هيكسبها لو الكوره ما عندكش اكتر ما كانت ما عندها. يعني ما ينفعش ان الكوره عندك قدام سموحه وتخسر النهارده، عشان خاطر النهارده الزمالك ما يحتاجش يخسر تماما قدام سموحه. الف مبروك للزملكاويه، وهارد لك لكابتن احمد سامي وجمهور سموحه، ده لو عندهم جمهور.